أما بالنسبة للحالة الاجتماعية أعزب، ومعظم رواد الأعمال مثلا هؤلاء يأتون من المدينة لأن لديهم المزيد من الموارد. بالنسبة للتعليم، الحصول على درجة البكالوريوس أو وكذلك بالنسبة للحافز، فأود أن أقول إن معظم هؤلاء رواد الأعمال هؤلاء يعملون وفقا للحاجة أو بناء على الاحتياجات الموجودة. وبالنسبة للقطاعات التي يعملون فيها، فقد كتب معظمنا الأعمال التجارية والتكنولوجيا، وكذلك بالنسبة لتشاد كان هناك قطاع الزراعة. بالنسبة للسمات الشخصية، التفاؤل والتنافسية وكذلك الشغف، يبدو أنكم رسمتم جدولا منظما للغاية، لذا فقد قمتم بعمل جماعي رائع. شكرا لكم. ما أعجبني هنا أننا بدأنا أن نرى بعض الأنماط المشتركة، مثلا فقد لقينا مثلا أن هناك اختيار أو ميل إلى اختيار كون رواد الأعمال من الذكور، وكذلك بعض السمات الأخرى المشتركة. مرحبا مرة أخرى، أنا هشام، أنا من الجزائر في شمال أفريقيا، وهو من مصر، وكذلك لدينا الزميلة من بلغاريا. قررنا أن نختار أحد أفضل رواد الأعمال، فلدينا مثلا بعض السمات المشتركة. بالنسبة للسن، 22، قررنا أن تكون البداية من 22 إلى 23 عاما تقريبا، أي أنه بعد نهاية مرحلة الدراسة. بالنسبة للسن 22 ربما حتى إلى 24. بالنسبة للنوع الاجتماعي، وجدنا أن الذكور أكثر ميلا لإنشاء شركات ناشئة هذه الأيام مقارنة بالنساء. بالنسبة للحالة الاجتماعية، أن يكون هؤلاء الأشخاص أعزب أو كل منهم أعزب أو غير متزوج. بالنسبة لمستوى التعليم، قررنا أن يكون، قلنا أولا أن السن هو من 22 إلى 24، أي أن الشخص يكون على الأقل حاصل على درجة جامعية. بالنسبة للحافز، أن يكون الشخص يركز على الفرص أو تدفعه الفرص، وأن يكون يفكر بتفكير اجتماعي وإبداعي، ويفكر خارج الصندوق، ويبحث عن اغتنام الفرص، ويتحلى بالنشاط والتعاون. بالنسبة للقطاعات، فقد قررنا أن يكون كل القطاعات، لأننا قررنا أن أي شخص يمكنه أن ينتج شيئا جديدا. كما رأينا خلال فترة كوفيد 19، سمعنا بعض الأشياء الجيدة والسيئة في هذا الصدد. شكرا جزيلا. هذه الطاولة الثانية تحدثت عن نوع ريادة الأعمال، و يبدو أن هاتين المجموعتين كانا يعملان بعقل واحد أو بنفس التفكير. مرحبا، اسمي ساندي وأنا من ألمانيا. لم نتوصل إلى مجموعة موحدة من السمات، ولكن بعض السمات المشتركة سأذكرها وأذكر الاستثناءات. بالنسبة للسن، بالنسبة للهند وغينيا ومصر، كان السن أوائل العشرينيات. وبالنسبة لأوروبا، وبالنسبة لي أنا حاليا أقيم في لبنان، فأقول إن السن أوائل الثلاثينات وحتى منتصف الثلاثينيات. أما النوع الاجتماعي، الذكر، الحالة الاجتماعية غير متزوج. بالنسبة لمصر والهند، فيما بالنسبة لغينيا ولبنان ربما يكون هناك مزيج، فقد يكون الشخص متزوجا أو لا. بالنسبة لمكان الإقامة، المناطق الحضرية أو وكذلك الريفية والمدن. كذلك مستوى التعليم، المتخرجين من الجامعة، ولكن هناك استثناء في غينيا وهم المتسربين من التعليم. بالنسبة للحافز، فهو الحصول أو جني المال والمشاركة المجتمعية. أما في لبنان،
فهناك حافز وهو التوظف الذاتي، أي أن لا يكون للشخص رئيس بالنسبة أو مدير. كذلك القطاعات، ريادة الأعمال الاجتماعية في لبنان والزراعة في غينيا، أما وكذلك أن يتحلى الشخص بالمخاطرة.